مينا، ايوه مدام دعاء، ازي اهلا حضرتك؟ بيك، اهلا بيك، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك شيخ طيب. خالد، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا يا فندم، بس علي صوتك الله يسترك يا حاج امين. وحضرتك طيب. انا بس عايزه اشكركم على اللي حضرتكم بتقدموه من معلومات وبتفيدونا جدا. الله يكرمك. وعايزه اشكر امي واقول لها ربنا يخليكي ليا، انت فعلا ست شقيتي طول عمرك عشاننا انا واخواتي، وعملتي كل حاجه عشاني انا واخواتي. انا سني عندي 35 سنه، وامي كانت بتشيلني وانا عندي 31 سنه. بتشيلك كنت وانت عندك مريضه، هي اللي بتشيلني. والدي توفى وهي اللي قامت بكل حاجه، حبيبتي كل حاجه هي عملتها عشان خاطرنا احنا. فعلا احنا يمكن ما تعلمناش تعليم عالي، بس احنا الحمد لله علمتنا ان احنا نحب الناس ونحترم الناس، علمتنا ان ما فيش فرق بيننا وبين اي حد، ما حسستناش ابدا ان احنا محتاجين اي حاجه. انا بحبك قوي يا امي، ربنا يخليها. وسامحيني ان اذا كنت انا في يوم زعلتك. الست دي لحد دلوقتي شايلاني في بيتها انا وبنتي، وهي رغم ان هي مريضه روماتويد تطلع تشتغل عشان خاطري وخاطر حد تساعدنا انا واخواتي. بس انا بقولها فعلا انت اعظم امي في الدنيا، ربنا يخليها، ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك ابدا. امين يا رب. ويا رب تفضلي لحد ما انا اموت، يا رب ما يحرمني منك ابدا. امين يا رب. شكرا يا امين. ربنا يخليك ليا يا رب يا امي، ويا رب ما يحرم اي حد من امه. الله يخليك يا رب يا رب يا رب. وسامحيني سامحيني اذا كنت انا زعلتك في يوم او الله يسكتك باين. زعل. يا رب تكون سامعاك يا امينه، واكيد هي هتبقى الله متاثره. الله عليك. اه والله هتبقى متاثره. جميله قوي قوي. اه والله. الله عليك، الله يرضى عنك يا بنتي، الله يبارك فيك، الله يكسبك رضا امك وحنان امك وصدق برك بامك يا رب. طيب.